وفي حاجه اسمها فولس نودز. ايه بقى فولس نودز دي؟ يقول لي الجيل اللي جوه الكورد نورمال ممكن يبقى متجمع في اماكن فيبان في السونار للدكتور ان في عقده في الامبيريكال كورد، بس العقده دي مش حقيقيه، دي فولس. الكورد ما اتعقدش، انتوا عارفين لو الكورد طويل شويه والبيبي عمال يلعب وعدى من وسط لوب فيتلاقي زي العقده كده هو. وطبعا هنا بقى يفتري الوضع هنا عن هنا. في الفولس نودز اللي هي مجرد جيلنج اتجمع بيبقى البلاد فيسل سليمه والبلاد سبلاي للبيبي سليم وهو مش اندر ستريس، فالهارت ريت بتاعه طبيعي. لكن اللي تاني ده بيتعب تعبان والهارت ريت سريع جدا لان البلاد سبلاي اللي جاي قليل وهو بيحاول يعوض قله الكميه بسرعه دقه القلب بتاعته. دي اسمها متابعه حمل. اوكي؟ هو الدكتور بالسونار شايف كتله كده سكه الامريكان، يا ترى دي عقده حقيقيه ولا فولس؟ لا النورمال يبقى فيه تجمعات وبيسموها فولس نودز، يعني ما تخافوش دي مش عقده حقيقيه. اوكي؟ ايه اللي جوه الامريكان كورد؟ يقول لك في تو امريكان ارمز وان امريكان فين سراوندد بجيل لايك ماتيريال اسمه وارتون جيل. ماسك ازاي؟ دي سهله. امريكان كورد اتاتشد تو ذا فيتال سيرفيس اوف لاسنتا لين سنتر، والناحيه الثانيه ماسك في الانتيريور ادومينال بول في منطقه اسمها الامبيريكس. ده الاتاتشمنت. الكلام اللي كده صعب قوي. حتى الفانكشن مش صعب، لان الفانكشن بتاع الامريكان كورد ان هو ترانسميت ذا فانكشن اوف لاسنتا تو ذا فيتس، زائد ان بيدينا حريه حركه. واحنا عايزين حركه في البيت ليه؟ عايزين نتحرك ليه؟ فكل النهارده راجل بيلعب راجل عشان ماسل ديفلوبمنت، يعني عضلات اتكونت، لكن عشان تكمل تكوينها محتاجين حركه. مش أول مرة يتحرك لما يتولد. لا هو بيتحرك لما يتولد وجنين زي التابلو ده وطعم من شعور لذيذ لما تحس إن البيبي ابتدى يبقى فيه كونكشنز بينها وبين البيبي. طيب الكلام ده محتاج تعالى. تعالوا نتفرج بقى على الصورة. طبعا الصورة دي شفناها قبل كده. آدي الأمبيريكال كورد أهو ودي بلاسنتا. يا ترى السيفتس اللي إحنا شايفينه في الصورة ماتيرنال ولا فيتال؟ ماتيرنال. تمام. ده في تسيفس طبعا بيورينا اتاتشمنت هو امريكان كورد صوره شفناها برضه قبل كده النيل سنتر، وان الامريكان كورد لو لاحظته بينبع زي في تسيفس او بلاسنتا بالظبط. ليه؟ عشان بالظبط الانيو. انتوا فاكرين يا جماعه الانيو كابتي والقصه بتاعته مع الامريو؟ فاكرين كان في اخر اسبوع قبل الفولدنج كان الثلاث طبقات اللي معاك واكتو اندو ميزو؟ هو الاسبوع اللي قبله كان ايبيو هاي، الاسبوع الثاني كانوا طبقتين ايبيو هاي، لما دخلنا الاسبوع الثاني بقى ثلاث طبقات واتغيرت الاسماء. فالايبي بلس بقى ايكو ديرم. عارفين امتى؟ لما نزلت منه خلايا عملت الايكو ديرم، لما نزلت منه خلايا عملت الموتوبول، لما نزلت منه خلايا عملت الانتر ادريكوز ديرم، خلاص مش هنزل خلايا ثاني، خلاص كل اللي فاضل فوق من الايبي بلس بقى اسمه ايكو ديرم. اكيد القصه دي. طب الايكو ديرم ده فوقيه قبه مش كوره. القبه ده اميوتيك كافتي، والاميوتيك كافتي ماسك على المارجن بتاع الميلونيك ديسك جنكشن اسمه اميوديرمال جنكشن اللي هو دلوقتي موجود على الاطراف قبل الفول. وابتدى الاميوتيك كافتي يكبر جوه كوره مقفوله. خلي بالك من الحكايه دي، جوه كوره مقفوله، فغصب عن البيبي لازم يلف على نفسه يتكور يبقى فولدد، عمليه اسمها فولدنج. واول ريزلت من الفولدنج انه مش هيبقى ديسك، هيبقى تيوبولار لاين. وتاني ريزلت ان المارجن بتاعه هيتجمع حوالين ستراكشرز داخله وطالعه من البيبي ومش هيقدروا يلزقوا في بعض هنا ويفضل ديفكت في بطن البيبي. ايه الستراكشرز دي؟ يقول لي اول حاجه واهم حاجه في التنسيق ان كان تحت في يوكسك، وان البيبي لما يبقى فولد على نفسه اليوكسك تبقى كونستريكتد وهيفضل جزء بره في الامريكان كورد وجزء جوه البيبي يشارك حاجه اسمها الجت والتوصيله بينهم اسمها فيتال مايتا. تاني حاجه كان في اخر البيبي من ورا كان في كتله اسمها كونكتنج ستوك جواها الموجه اسمها الالاندوريس برضه هيبقى جوه الرينج دي. دي اسمها ايه الرينج دي يا جماعه؟ كان اسمها بريمتيف امبيريكال رينج. كان اسمها بريمتيف امبيريكال رينج. وايه اللي بيعدي فيها اللي منع الرينج دي انها تتقفل؟ وايه اللي منع الرينج انها تتقفل؟ يقول لي حاجه اسمها فيتلاين دكت وحاجه اسمها كونكتنج ستوك جواها الالاندوريس. الحاجات دي يا جماعه طالعه من بطن البيبي، بس ده مجرد رينج. والاميوتيك كافتي متجمع حوالين الرينج دي لان ده الجنكشن اللي كان ماسك فيه. الاميو ديرمال جنكشن كان على الاطراف الاول، وبعد كده ابتدى يزيد الاميوتيك كافتي اكتر، وابتدى الاميوتيك كافتي يطلع من هنا ويلف البيبي كده، ويطلع من هنا ويلف البيبي من الناحيه الثانيه، وهكذا في الجنبين.
عند السنتر. طب حد يقدر يفهم من الكلام ده جسم البيبي بيتغطي برضه بالامنيوم ده اللي البيبي بيلمع؟ يبقى البيبي مش متغطي بالامنيوم لكن متغطي بالامنيوم فلويد. ليه؟ لان الامنيوم كانت في هوبا مش كوره لانها ماسكه كده، ولما كبرت خلت البيبي يلف فضه برضه باديه من هنا من عند الرين وتلف حوالين مين؟ تلف حوالين قلوب جايين مع بعض. وكان في محاضرة مش معاهم بعض. يا ترى الامريكا الكورد هيتكون ازاي؟ امريكا الكورد عشان يوصل للشكل النهائي اللي احنا قلناه في اول محاضرة اللي هو كان طوله قد والدامتر والشكل تورشوس يعني ويبي، مش عارف تورشوس كل ويبي. وفي فورس نوتس. تمام؟ طب الاتاتش من كان ايه؟ من البيتا سيلز والبلاسنتا سنتر ولا ليه سنتر؟ والناحيه الثانيه ماسك الانتيرو ابدومن الهول بتاع الجنين في منطقه اسمها الامبلكس. طب جوه الامبلكال كورد في ايه ومتغطي بايه؟ يقول لي جوه في ثلاثه بس مش اربعه. وان كان في الاول هم اربعه. وبعدين واحد فيهم يختفي. طبعا هنعرف مين اللي تو امبلكال ارتس ومعهم ليفت امبلكال فين. كان الاول ليفت ورايت امبلكال فين موجودين بس الرايت بيختفي بسبب غير معروف. ليفت امبلكال فين وبعد كده هم حواليهم جيني اسمه ارتون جيني وكل ده متغلب بامنيون. ايه الفرق بين كلمه امنيون وامنيوتيك ساك او امنيوتيك كابتي؟ امنيون هو الاول بتاع الامنيوتيك كابتي. خلاص زي الكوريو الكترونيك ايه بس. اول مرحله في تطور الامريكان كورد وتكوينه انتوا عرفتوها اللي هي حصلت بعد الفم اللي على طول لما الرنج اتكونت في بطن البيت كان اسمها ايه؟ برنت امريكان رنج. كانت مكتوبه خطا في الفولدر اللي قبل كده في الداتا شو اللي قبل كده ديفينيتيف. تمام؟ فلو حد نزل المحاضره نغيرها علشان الكلمه هي بريم هي جايه بعد كده نصلحها نفس الفايل اللي معاك من منزله بتاعك. بريم في امريكا الرين هيبتدي يتحول من الرين دي حرب. ايه اللي خلى بقى الرين دي تبقى حرب؟ هنشوف دلوقتي. اسمها بريم في امريكا كور لسه مش ده التخيل مش هو ده اللي فيه المواصفات اللي قلتها في اول المحاضره. لان اللي فيه المواصفات اللي قلتها في اول المحاضره اسمه ايه؟ ديفينيتيف امريكان كورد. اول حاجه عملناها ثلاث مراحل ده كمان بريمتيف وبريمتيف وديفينيتيف رين كورد كورد بريمتيف امريكان رين بريمتيف امريكان كورد ديفينيتيف امريكان. ادي بريمتيف امريكان رين طبعا ده الكلام انا هروح على اسمع ايه اللي بيعدي فيها والكلام ده كله هروح على الصوره بعد كده الكورد اللي حصل فيه. طبعا اهم حاجه اللون الاحمر دي هنقولها وبعد كده ديفينيتيف ايه التغيرات عشان اوصل الشكل بتاع اول المحاضره. ادي البدايه امبريونيك ديسك باصص عليه من فوق شايل الاكسيدرم والاميو من فوق عشان اقول لك ان في حاجه اسمها اميو اكسيدرمال جنكشن. بعد كده يحصل فولدنج نتيجه الاكسبانشن اوف الاميوتيك كافيتي هيبتدي يحصل عمليه فولدنج. في اتفرج على الفولدنج هو بيحصل بس قبل ما يحصل السكشن ده متداخل ازاي؟ ادي الامبريو قبل الفولدنج ديسك فوقيه اميوتيك كافيتي تحتيه اوكسيد قطعت حط ده في الاس من قدام لورا من قدام لورا. عرفت ازاي ان ده اللي ورا ده المقعده بتاعته ده الكود الان عشان طالع من الكونكتنج ايه؟ ستوب. وفيها ان هو طالع من يوكسك داخله جوه الكونكتنج ستوب اسمها الان خالص. دي عمليه الفولدنج اللي شفناها قبل كده ازاي بيبني يطلع نفسه ازاي اليوكسك بقت كونستكتد وبقى في جزء باين من بره ليها اسمه ديفينيت اليوكسك واللي جوه الاصفر ده جت والتوصيله بين الميد جت وبين اليوكسكس بقى الميتلاين دكت منعت الرينج انها تقفل. مين كمان معدي جنب الميتلاين دكت في نفس الرينج ومنعها انها تقفل؟ ده بصوا على ده فوق ده كان ايه ده؟ بصوا كان ايه ده؟ ده كونكتنج ستور. وايه الاصفر اللي جواه دوت؟ الان كويس. دي الحاجات اللي منعت الرينج انها تقفل. طيب ادي الرينج يمكن اول مره اشوف الموضوع ده. ادي بطن البيبي جواه رينج شايفين؟ دي ايه الرينج ده يا جماعه؟ دي البريمت امبيريكا رينج. طب ايه اللي منعها انها تقفل زي بقيه جسم البيبي؟ في حاجات معديه من بره لجوه زي مين؟ زي اليوكسك اللي بقت كونستريكتد وعمليه الضغط. شايفين الضغط دي؟ اهي ادي الضغط اللي كانت يا جماعه اليوكسك اللي فولدنج وادي بقيه اليوكسك اللي بره اللي اسمها ديفينيتيف يوكسك لكن مش الديفينيتيف يوكسك اللي بتعمل الرينج الضغط. اسمها بتلاقي ايه؟ الضغط. هما حاجه واحده هما حاجة واحدة بس الضغط نفسه والساك من بره ايه وايد لان الدنيا واسعة الرينج ضيقة. تعالوا نشوف ايه اللي جعان من الرينج. ادي بريمتيف امريكان رينج ركزوا معايا
مين شاف لوني ايه ده؟ برافو عليك، ده الكونكتنج ستون. والكونكتنج ستون جواها اجوبه مش على مش هتبان قوي. اللي هي دي؟ التويس. وبيتكون في الميزوغيرك بتاع الكونكتنج ستون اراوند التويس بلاد فيسلز اسمها امبيريكال بلاد فيسلز اربعه. ما هي ثلاثه بقى كده. مين هم الاربعه دول؟ اثنين امبيريكال ارك رايت وليفت. واثنين امبيريكال فين رايت وليفت. شايفينهم اللي لافين حوالين الالانتويس اهو. اثنين ارتس واثنين ايه؟ انجلز. ده الاول اسمهم امبيريكال جيز وامبيريكال ايه؟ ارتس. وطبعا مع بعض الارك والبيت بنسميها بيسلز. امال ايه دي؟ ديفينيتيف يوكساك. هي الديفينيتيف يوكساك بتعرف منين؟ امال ايه اللي بيعرف منين؟ الضغط. الضغط اللي بينها وبين اللي جوه، ايه اللي جوه؟ يقول لي الضغط. انا جزء من الضغط انت عندك فور ضغط وميد ضغط وهاين ضغط. ديفينيتيف يوكساك متوصله بالميد. الميد ضغط هي اللي متوصله بالتلاين ضغط دي يا جماعه. والميز ديرم اللي اراوند ذا بتلاين ضغط بيعمل نوع تاني من البلاد فيسلز سبلاين ذا ضغط اللي هتبقى الانتستن بعد كده. برضه في عندنا فيتلاين ارتس وفي عندنا فيتلاين فين ودول هيحصل لهم ايه هنعرف. المهم انا عايز اعرف لوجو هذه الفيتلاين فيسلز. يعني ايه فيتلاين فيسلز؟ ارتس وفيسلز. اوكي؟ طب لو شطار قولوا لي اول مرحله في تكوين الامريكان كورب اسمها ايه؟ ريم في الامريكان ريم. ودي بتتكون في الاسبوع الكام؟ بتبدا في الرابع وتكتمل في الخامس لان ده بدايه الفولدنج. من نهايه الثالث لنهايه الرابع ده عمليه الفولدنج. يبقى تكتمل تماما في اول الخامس يبقى معايا ريم في الامريكان ريم. طب ايه الكونتنتس اوف ذا ريم في الامريكان ريم؟ ها نشيل اسماء وتقولي الصوره يا جماعه الصوره بتقعد تحضر عمر الكلام المحفوظ والتسميع الكتير عمر الكلام المكتوب هو ده الحل. الحل في الرسومات. ازاي بقى اترجم الرسومات دي؟ انا ما بقولش نحفظها نرسمها ما بقولش نحفظها رسما لكن نحفظها لما تشوفها من غير بيانات تقول ده كذا وده كذا وده كذا. تمام؟ يلا يا جماعه روحوا معايا بقى ايه اللي موجود في البريمتيف امريكان ريم؟ ادي الامين اهو يا جماعه. طبعا السايك بادي من عند مين؟
من عند الرنج ولسه الاستراكشرز اللي داخله طالعه من الرنج لسه لم تغلف زي ده. ده الديفينيتيف يوكسك ودي اللاين ده وده الميدكت. وهنا في الانتايس وفي ميزوديرما حواليه ومش رسمه. انا بس عايز اوريك ان الاستراكشرز دي كانت الدنيا واسعه كانت بعيده عن بعضها فما كانش في حبل كان الامن بادي من عند منطقه الامبريكاس. لكن بعد شويه لما زاد الامنيوم في الحجم حوط الاستراكشرز دي اللي داخله طالعه وحولها لحبل. طب تعالوا نشوف كده اهو ازاي ادي الامنيوم بيزيد في الحجم لما كان في الارجي بقت كده. دكتور نعم المايك 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 مش شغال كده احسن؟ كده مش احسن؟ ايوه كده تمام كده احسن؟ طب انا كنت في 70 بجاوب ازاي؟ طيب بعد ما اكتشفت موهبة قراية الشفايف نكمل المحاضرة لو مش سامعين قول يا جماعة محدش بيسمع ها؟ فول سكريبت طبعا مصورة لهيلة هي باعها فيلم طبعا على البيت عشان هينزل في يوتيوب انتوا عارفين الدنيا كلها بتتفرج يعني ناس بتتكلم من اليمن ومن ليبيا ويقولوا لنا احنا مبسوطين جدا من ماليزيا يعني حاجات لذيذة. المهم بصوا معايا شايفين ايه اللي حصل؟ شايفين الفرق في الصورة دي عن اللي فاتت؟ لما الكابتن لما كبر حط الاستراكشرز اللي كانت داخله طالعه وبقى في حد. ولو حطيت ايدي هنا هو هوديك بلاسنتا. السيرفس بتاعها ده هيتقطع حته منين؟ من الانيوم هما الاثنين يلمعوا لان حواليهم انيوم لكن البيب مش هيلمع. البيب ما حولهوش الانيوم لونه احمر واخدين بالكم؟ البيب سطح سطح اكيدرمي. فاكرين الاكيدرمي بتاعه ده؟ انا ماسك كده مش كده. فالانيوم لما كبر لان لو ماسك كده مش هيخلي البيب يلف معاك. لو الانيوم كده كوره مش هيخلي البيب يلف ولازم يمسك كده. تمام؟ فيحوط وبعدين يحوط الكونتنس اللي داخله طالعه من الرينج فيحولها لايه؟ لكور. لكن مازال جوه الكور ده ايه؟ بيقولي مازال جواه الانتورس وفي اللاين بات وفي اللاين فيسلز وامريكان فيسلز اربعه مش ثلاثه. وحاجه ثانيه غريبه حصلت اللي هي الانتستين وهي بتتكون جوه بطن البيبي بتهرب جوه الامريكان كور من الاسبوع السادس للشهر الثاني. الاسبوع كام؟ السادس للشهر الكام؟ الثالث. خرجت ليه ورجعت ليه؟ الانتستين يا جماعه في تكوينها خرجت لفتره جوه الامبريكال كورد ورجعت رجعت البطن تاني. يقول لي في الاسبوع السادس الانتستين بتكبر بسرعه جوه بطن البيت وفي نفس الوقت في ليفر بيكبر بسرعه حاجه اسمها ميزو نيفروس هتعرفوها السنه الجايه تبع الكدني بتكبر بسرعه فبقت بطن صغيره وجواها تو اورجنز كبار بقت الدنيا زحمه ولازم الاورجنز تبقى بالحجم الكبير ده لازم. طب يا انتستن هيحصل لك حاجه لو كملت شويه بره؟ لا مش هيحصل حاجه. خرجت الانتستن في الاسبوع السادس. هو مين؟ مين المهرب الوحيد اللي ممكن تخرج منه؟ امريكان كور هو الفتحه اللي موجوده في بطن البيت. فاهمين معايا؟ طب خرجت الانتستن بره. دي هرني وهرني بالعربي مفتاح. وفي ناس فاكره مفتاح يعني البطن انفتحت والانتستن طلع. لا فتاق يعني معناها انتست ان ابنورمال سايز. اوكي؟ طب هل ده باثولوجيكال؟ هل ده مرضي؟ فيسموه فيسيولوجيكال هيرني. فيسيولوجيكال يعني طبيعي حاجه مؤقته عشان يساعد الاورجن اللي جوه ان هو ايه؟ يكمل تطوره. طب ده اللي حصل في الاسبوع السادس ولما خرجت الانتست في الامريكان كورد مش هو ده الامريكان كورد اللي قلت في الاول انا ما قلتش فيه انتست فيه. يبقى ده لسه بريمتد لسه هيتطور اكتر؟ ايوه. طب ايه اللي حصل في الشهر الثالث خلى الانتستن ترجع عشان نبتدي نعمل بقى ديفينيتيف كورد؟ يقول لي البطن كبرت. طب الاسبوع السادس ده انت في شهر ونص عمر بقى لك ثلاث شهور البطن كبرت. والليفر خلاص ديفلوبمنت وخلاص مش هيكبر عن كده. والميزو نيفروس بيحصل لها ماسيف ديجنريشن. لان دي مش الفاينل كيدني بتاعتنا. الكلام ده تعرفوه السنه الجايه مش عايز حد يقول لي يعني دلوقتي يعني مش الفاينل كيدني واحنا في مراحل الكيدني اه ده الكلام سنه ثانيه عشان ما احرقش سنه ثانيه دي محضره برضه تمام ان شاء الله ده في الجراج بتاع سنه ثانيه برضه. فلما البطن كبرت والاثنين اورجنز اللي جوه واحد خلص ديفلوبمنت والثاني صغر قوي فبقى في سبيس تست رجعت اوكي ده في الشهر كام؟ الشهر الثاني. قبل ما اقول الديفينيتيف كورد ومفروض تقولوه معايا ايه اللي هيحصل له جنريشن؟ ديفينيتيف كورد هتقولي كل الحاجات اللي احنا ما قلناهاش في الكونتنس من الاول. ده باختصار. بس اوعى تقولي ان الانتستين دي هيحصل لها جنريشن.
اوكي؟ يلا يا جماعه مين يقول لي البريمت امريكال كورد؟ لان احنا لو قلنا يخص الامريكال كورد قولوا معايا البريمت امريكال كورد ايه الاختلاف بينه وبين الرينج؟ مين شاطر يقول لي؟ لا لسه البريم مش هيفهم دلوقتي، بس مين يقول لي ايه الفرق بين البريمتيف كورد والبريمتيف رينج في الاختلافين؟ الامنيون الامنيون سراوندز ستراكشرز باسنج ثرو ذيس رينج تحولوا لكورد وللتستن اللي خرجت في الاسبوع الكام؟ برافو، وده انا عايز انكم تذاكروا انتوا قاعدين معايا. اوفر وقت جامد، في حاجات اصعب من اللي احنا بنقوله ده. بنتكلم بيولوجي مش حاجات سهله، بيولوجي حاجات صعبه، بس انتوا ما شاء الله محب وبتفهموا بسرعه فده حاجات بس حد يقول انا بحسبكم انتوا ما شاء الله عليكم شطار ومنكم ناس كتير قوي هيبقوا من المستقبل معانا في الكليه لان واضح من اهاليكم كده في تحدي وطموح غير عادي ان شاء الله يعني. المهم مالي لما تحطوا في ده بجد بس خلاص ما حدش يقعد يفكر يا جماعه بقى اقول لك كفايه نفسكم ولا اصلاح ده بسرعه الرياشه ويا الكوره والتصوير والصحافه وعمل حديث ومش عارف عمل ايه انسوا الكلام ده دلوقتي وكنت معايا ارجعوا الى الارض الواقع كنت شطار بس لسه طلبه صغير ايه؟ بنت الكور مازال فيه اللاين تحت وحواليها بنت اللاين بيزنس ولا التويس وحواليها امبيليكال بيزنس يا ترى ايه اللي هيحصل في الديفينيتيف امبيليكال كور؟ مش عايز انا اللي يلا كل واحد يقول لي حاجه. ريتيرن اوف انتستن في الشهر كام؟ في الثالث. مش مهم تقول لي عشان ايه؟ ده ليه كنت؟ خلاص يبقى الانتست رجع دي حاجه. طب انا هقول الايتم والورد عليها. ايه اللي هيحصل الديفينيتيف يوك سيكوال في اللاين بارت؟ وانا قلت في الاول ان الديفينيتيف كور دي فيه كده؟ ديجنريشن اه with the line back with the definitive yolk sac okay with the lantois بس ال lantois جنريت الحته بس اللي بره والحته اللي جوه بتفضل تعمل حته من urinary cover مش مهم دلوقتي دي مش علينا السنه دي ان ال lantois ده بارش جنريت والجزء اللي جوه بطن البيبي ده هيعمل حته من urinary cover what about the blood vessels with the line vessels the extra embryonic part يعني extra embryonic اللي بره في الامبريكال كور extra embryonic part of the line vessels remain ولا جنريتس؟ انت بتفكر؟ جنريتس انا ما قلتش في الامريكا الكورد في الاول ان جواه بتبقى البيسس البيسس الوحيده اللي كانت جواه ده راجل اثنين ارضي واحد بين ايه دول؟ امريكا فاهمين؟ تمام يبقى الاكسترا امبريونيك بارت اوف ذا لاين بيسس ويل جنريت اوكي؟ لكن الانترا امبريونيك هيعملوا البلاد سبلاي فانتستيك الجزء منهم اللي جوه بطن الجنين هيعملوا بلاد سبلاي اوف انتستين ارتيريال وفينس ايه كمان؟ وان اوف ذا امبيليكال فين ويل جنريت وان اوف ذا امبيليكال فينز ويل جنريت مين ده؟ الرايت رايت امبيليكال فين برافو عليك سامع يا حبيبي جاوب اشاره بقول له برافو عليك وان اوف ذا امبيليكال فين هو الرايت امبيليكال فين فاضل ايه؟ اعمل وقت جيم تفتكروا منين؟ ايه اللي عمل الوارتون جيلي؟ ايه اللي فاضل ما جبناش سيرته وناسينه وهو ده اللي بيتحول لوارتون جيلي؟ مش عارف يقول ايه؟ يوم سبت ده كونكتنج ستوك كونكتنج ستوك لو انتوا فكرتوا شويه في اول رسمه اللي هي الرينج كان الالمنتويس اللي بيتكون حوالين امريكان فيسل في قلب مين؟ في قلب الكونكتنج ستوك يعني الكونكتنج ستوك هو اللي حاضر امريكان فيسلز يبقى هو الوارتون جيلي اللي هيحوط امريكان فيسل بعد اوكي فهمتوا الامريكا كود؟ اول شيء فهمتوا كويس؟ في ناس مكسوفه كلها ولا اوكي؟ نقول مره بسرعه؟ يلا بسرعه الامريكا كود هو ايه؟ انا هجاوب السؤال ده مهم؟ اه مهم يبقى الكاونت اون ذا امريكا كود اقول اللي هو اول حاجه ديفينيشن هو ايه؟ ركز معايا يلا يا جماعه تيز كونكشن بتوين لا سنتر اند بيتس تمام؟ كور شكله ويلي وفي فولس نوتس اتاتشت لذيذ فيه كل انتوا لو مش بتسكتوا مع بعض لما بنجاوب بنجاوب مع بعض زي ما يكون بتحبوا الونس يعني ايه لما تلاقوا الناس بتجاوبوا بنجاوب مع بعض الناس ثابته زي ما بتحاولوا غلط لا لو سمحتوا خليكوا شغالين مع بعض على طول عشان صعب صعب ويا ريت تفضلوا صح انا بطمن واسيب الجزئيه لما تروحوا معاها اتاتشت فين ده؟ كتير عندنا اللي هو لفظ ايتس في الامبيليكس والنان في البلاسنتا في فيتا سيرفيس مين سنتر طب ده جواه حاجات ايه الكونتنس؟
ليفت، وان امبيريكال بير ليفت بس، وحواليهم جيلي. وحواليهم كل ده مين؟ الميننجيز او كفر باي انيون. تمام؟ طب بيتكون ازاي الامبيريكال بورت؟ اول مرحله من التكوين اسمها بريمتيف امبيريكال رين. ثاني مرحله بريمتيف امبيريكال كور، لكن اخر مرحله اللي هو احنا وصلناه في الاول. طب البريمتيف امبيريكال رين اتكونت ازاي؟ يقول لي افتر فولدنج واي شيفتنج. بدل الانيون ديرمال جنكشن بيبقى على البريفري بقى في الفنترال اسبكت بطن البيبي. وهذه البريمتيف امبيريكال رين ايه اللي منعها انها تقفل؟ حاجات بتعدي منها يا دكتور. وايه الحاجات اللي بتعدي؟ مين فاكر؟ اللاين دكت حواليها اللاين كونكتنج ستوب جواها جوه اسمها حواليه يبقى جوه الكونكتنج ستوب الالانتويس حواليها ميكر بيسس عشان ما تنسوش ان هو اللي عمل الوقت الجيم بقى خلاص. طب دي الرين ايه اللي حصل بعد كده خلى الرين دي تبقى كود ولكن ستيل بريمتر اكسبانشن اوف اميوتيك كافيتي غالب الاستراكشرز اللي كانت معديه من الرين وكان بره الجنين كانت بعيده عن بعضها مش مؤلفه فلما الانيون زاد غلفها وحولها لحبل اسمه بريمتيف امبيريكال كور. ليه بريمتيف؟ لان نفس الكوندنس اللي كانت موجوده في الرين هي هي موجوده لسه ما اتغيرتش وضاف عليها الديست. وايه اللي خرج الديست من البطن بيجي بره؟ يقول لك مش مجال فحصل هيرني. بس الهرني طبيعيه بتحصل للناس كلها ده مش مرض مش الكتاه اللي بيجي بعد كده للناس بعد الولاده مش دي الهرني المقصود دي فيسيولوجيكال امبيريكال هرني. تمام؟ طب ايه اللي حصل بعد كده؟ خلانا نقول بقينا ديفينيتيف. الانتستين ترجع وايه اللي بيختفي؟ ايه اللي بيجنريت؟ الالانتويس اللي بره الحته اللي بره منه في الامبيريكال كورد اختفت دي كمان. الفيتلاين دات والديفينيتيف يوم ساعه. طب الفيسنس اللي كانت حواليهم اختفت معاهم بس بش الفيتلاين فيسنس الجزء اللي بره بس الجزء اللي جوه بطن الجنين فضلت از بلاد سبلاي اوف انتستين ارتيريا وفينس. طب البلاد فيسلز اللي كانت حوالين الالانتويس من اربعه فيسلز اثنين ارتريس واثنين فينس امبيريكال حصل لهم ايه؟ رايت امبيريكال جيت اتاك على اللاين فاضل لي مين واحد بس دلتا امبيريكال جيت. طب الميزودير بتاع كونكتنج ستوك عمل ايه؟ واضح تعالوا نشوف بعد كده برافو عليكم ما دام شطار كده تعالوا نقول لكم ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في امبيريكال كود. اول مشكله شورت كود ممكن ديس اكسبانشن من امبيريكال كارت ينفع الكورد قصير شويه. طب ايه الدكتور ما مش ايه يعني يبقى الكورد قصير شويه؟ This will limit the movement of the fits. وايه كمان؟ في حالة الولادة طول الكورد القصير ده هيعمل حاجة اسمها بري ماتيور سيباريشن اوف بلاسنتا. لسه الدين ما نزلش وابتدى الكورد القصير يشد على مين؟ على البلاسنتا. يعني ايه بري ماتيور؟ يعني قبل وقتها. لأن بعد الولادة بيحصل باس كونستريكشن وتتصل البلاسنتا بطريقه امنه. لكن في الحاله دي لما الكورد يشد على البلاسنتا بالعافيه يبقى بيعمل ايه؟ بيقطع البلاد فيسلز بيعمل سيفير هيموريج. لو انت الدكتور اللي ما تابعش الحاله دي وما عرفتش ان الكورد قصير ولازم تولد سيزيريان. تمام؟ طيب يبقى اكيد الشورت كورد الوحش دون يبقى اكيد لو لونج كورد يبقى الدنيا براح. يبقى لونج كورد كان يبقى حلو. اللونج كورد ممكن البيبي يلعب ويلاقي كده الكورد معاه عايم في ميه ويروح داخل في وسط الكورد بسبب ان هو اتأخر. لو عدى يبقى الحمد لله لا برضه هيعدي ويعمل عقده. لو ما عداش يبقى الكورد بيلف على رقبته ودي اخطر حاجه او على جسمه ودي اخطر في الكوره. طب هو لو عدى على رقبته مش يعني ايه زعل ليه؟ وقت الولاده في حاجه اسمها كونتراكشن اوف يوترس. للاسف الحمل ده اخره بلاسنتا مشنقه كل ما ينزل كل ما يقفل. لو سمحتوا انتوا بتولدوا لو الحاله دي مش تبعكم وجايه تولد في المستشفى في العطشيه بتاعتك لازم وانا بولدها احس رقبه البيبي عليه حاجه ولا لا؟ ما استناش لما ينزل خالص ده كان عليه كورد لا لازم احس الكورد وهو جوه. وعندي حلين اختيارين يا اما يحصل زي ما حكيت لكم قبل كده قصه العمليه اللي انا اول مره ساعدت فيها لما الدكتور قال هنفتح السيزاريا على طول فاكرين؟ هو شغال ومحدش جاب سيرته ممكن يعمل فتره الاخر من اجازه
فين التوبت تشوف اللي بيحصل فين. بس هو غصب عن الدكتور لو مش هيقدر يعمل سيزاريا، لو ما عندوش الامكانيات دلوقتي في المكان اللي فيه يعمل سيزاريا، يقطع كورد ويشد البيبي بحاجه اسمها اعتقد اسمها بنتوز، دي اله تركب في راس البيبي زي الشفاط كده ويشد البيبي ان شاء الله يطلع كله مش هيطلع. لكن بعد ما يتولد البيبي ده بيبقى عنده حته ورمه في راسه ما حدش يتخض، يعني الاب والام لما يلاقوا في قبه طالعه من راس البيبي ما يقولش ومش غيره، يعني نقولش البدل عشان احنا بابا وماما ما عندهمش قبه زي شوفوا لنا كده يمكن الكايلر او البدل او الثقبه مش حاسس كده بيجي اول ما يتولد يحط له حاجه بس كده باسم الام تمام وبرقم معين الام نفس الكلام عشان يرجع لها تاني. المهم بيشدوا بسرعه قبل ما يموت لان الباص الله يطلع فاهمين معايا الباص الله بتاعه طلع، هو مجرد ان انا راسه بس تطلع انتوا عارفين الشده دي مش لغايه ما كله يطلع شد بس يطلع راسه ووشه يبقى بره يبتدي ياخد نفس ويعيط نفسه. المهم شورت كورد ولونج كورد. طيب لو لقيت البيبي اتولد وعنده الامبيك كورد من فوق كده زي السقف ما تقولش ايه الامبيك كورد بالشكل الوحش ده وقصه له دي انتستن يا جماعه هتلاقي الامبيك كورد من فوق زي البالونه دي انتستن بتاعت الفسيولوجي الهرنيا ما رجعتش بسبب الماء ما هو ده الهرنيا. هنا بقى دلوقتي اسمها كونجنتال امبريكال هيرنيا مش فيسيولوجيكال مش فيسيولوجيكال يا جماعه عارفين انتوا لو بصيتوا التست دي كاس دور على الطرفين بقى تفاصيلهم بعض بعد كده ما بقتش عليك ولاده طبيعيه سهل بقى موضوع كبير قوي اوكي نعمله ايه ده بقى هوريك صوت بيعملوا ايه بيربطوا الامبريكال كور يقصوه بره ويبقى على مسافه كافيه بره الانتستن ويصبوها مع الوقت يمكن ترجع ما رجعتش يعملوا عمليه هم يدخلوها ويعملوا سبورت الهاتيرا بدون الغول كل حاجه كويسه ما هياش مشكله صعبه الا اذا انت ما خدتش بالك ونعسان النبطشيه بتاعتك وشفت حاجه كتير اه بص هي نزلت ما وريتش الكاش ممكن يلاقوا وان امبيريكال ارت يعني ممكن يعملوا سكشن في الامبيريكال كور يلاقوا ايه؟ وان امبيريكال ارت طبعا في الارت ده هو اللي بيشيل البلاد سبلاي اللي رايح للبلاسنتا اعتقد ان مفيش مشكله يعاين ده الجنين لكن فاريشن فقالوا عليها نوم يعني حاجه ضد المعتاد. وان امبيريكال ارت يعني لما اختفى الرايت امبيريكال فين اختفى معاه كمان واحد ارت فبقى اللي موجود معايا واحد ارت. ده انتوا عارفينه اللي فاضل. انتوا عارفينه عمره ما اتاتش من فوق امبيريكال كور. يقول لي ممكن الامبيريكال كور يبقى اتاتش از مارجن بلاسنتا من المين سنتر اسمها باتر دور. وممكن امبيريكال كور يبقى بعيد عن البلاسنتا في ميمبرينز ماشي فيها بلاد فيسلز. اللي بين البلاسنتا وبين الامبريكال كور بلا بين قص ودي خدناها مع البلاسنتا قبل كده وكده يبقى خلصنا محاضره النهارده. الحلقه اللي جايه تبقى شيقه جدا